مصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة مناشدة عاجلة لجميع الجهات الحكومية والدول المانحة من أجل دعم احتياجاتها لضمان استمرار خدمة المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، ويعاني قطاع غزة من نسبة مرتفعة في تلوث المياه. شحيحة هي المياه هنا. يتعامل أبو قيس بحذر مع كميات المياه المتوفرة لديه، يسقي بها الأشجار التي يعيش على ثمارها، أشجار ذبلت أوراقها من قلة الماء وتلوثه. إن المياه لم تعد صالحة للشرب، وأصبحنا نشتري المياه شراء إحنا وكافة أهالي سكان المواصي. أضف إلى ذلك يعني لم تعد كمان مفيدة للأشجار، يعني في كثير هناك من الأشجار وتحديدا أشجار الجوافة ماتت من خلال هاي المياه. أعتقد أنه يعني هاي المياه العادمة أثرت عليها بشكل مباشر من خلال المياه الجوفية. هذه عائلة أبو عمار، يضطر الرجل لشراء الماء العذب للشرب والاستحمام وغسل أدوات الطبخ. إلى الحين 7 سنين في عذاب، مية فش نهائي، ما بتجينيش من البلدية. بعدين أنا بشتري مية 50 شيكل في الشهر على أساس أجلي هاي الصحون، بس فيش مية. 97% من المياه في غزة لا تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية. حصة هذا المواطن من المياه العذبة لا تتجاوز 20 لترا في اليوم الواحد. لا مصادر طبيعية لمياه نقية في غزة، وبحسب الإحصاءات المتوفرة لا تتجاوز نسبة الأسر ممن يتوافر لديها مصدر مياه آمن 10% من نسبة سكان القطاع. هذا واحد من آبار المياه وسط غزة. تشرف مصلحة مياه الساحل على توزيع محلول الكلور شهريا على الآبار لحقنه في محطات المياه، إضافة إلى تعقيم المعدات منعا لانتشار فيروس كورونا. تم إضافة نسب التوريد أو زيادة كميات التوريد بسبب جائحة كورونا في الوضع الحالي، مع توصيات بزيادة حقن مادة الكلور أو هيبيكلورات الصوديوم في المياه، وذلك نظرا للأوضاع التي تعيشها بقطاع غزة بسبب جائحة كورونا. المياه قنبلة موقوتة في صراع الفلسطيني مع المحتل. المحتل متهم بسرقة مياه غزة وتحويلها إلى إسرائيل بحفره آبار الضخ التي تتسبب في انخفاض مستويات المياه الجوفية. باسل خلف، التلفزيون العربي، قطاع غزة. ينضم إلينا من بيروت الدكتور زياد الخياط، مسؤول الشؤون الاقتصادية في لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا. أهلا بك معنا سيد خياط. إذن وفق ما جاء في التقرير أن نسبة الأسر التي لديها مصدر آمن لمياه الشرب 11% من سكان القطاع المحاصر، برأيك كيف يتدبر باقي أهالي غزة احتياجاتهم في المياه؟ مساء الخير لحضرتك وللمشاهدين من بيروت. بطبيعة الحال غزة هي وضع خاص تحت الاحتلال، وأغلبية الأسر للأسف بيضطروا لشراء المياه من مصادر خاصة لتلبية حاجاتهم، وفي بعض الأحيان هناك في أغلب الأحيان هناك تكلفة اقتصادية على الأسر، وأيضا هناك شك في نوعية المياه اللي يشتروها من مصادر خاصة، فهم بيتعرضوا لخطرين بحال وضع الحال. ولكن هذا وضع خاص بغزة ووضع بالأراضي المحتلة. نعم. وأيضا في أوضاع مشابهة بأماكن النزاع بمناطق أخرى في الدول العربية، حيث للأسف تستعمل المياه كأداة حرب يعني، وتمنع عن المواطنين. وكانت الأمينة التنفيذية دكتورة رولا دشتي أطلقت صرخة للجميع لعدم استعمال المياه كوسيلة حرب وتأمين المياه للجميع. طيب بالعودة إلى تقرير الإسكوا الذي أصدرتموها، ما هي المناطق العربية الأكثر تأثرا بشح المياه، وما هي التداعيات على نظامها الصحي وحتى الاقتصادي؟ نعم، يعني مثل ما هو معروف المنطقة العربية هي من أكثر المناطق بالعالم تعاني من شح المياه،
هنالك حوالي 18 دولة عربية هي تصنف هي كدول فيها شح للمياه، وهنالك أكثر من 362 مليون مواطن عربي يعيش في ظروف فيها شح للمياه. فبوجود هالشح للمياه تعاني الدول ومشغلي مرافق المياه من صعوبات بتأمين الطلب المتزايد على المياه من جراء الظروف الحالية، وهنالك تكلفة إضافية. يعني الدراسة أظهرت أنه في زيادة على الطلب على المياه بين 9 و 12 لتر يوميا للفرد، أو ما يعادل 5% للأسرة الواحدة. والتكلفة الإضافية هي بين 150 و 250 مليون دولار شهريا. يتحمل هذه الكلفة إما المشغل أو الدولة، أو عند لا تتوفر الخدمات الكافية يتحمل المواطن هذه الكلفة من جراء شراء المياه من مصادر خاصة. طيب سيد زياد، يعني فقط ابقى معنا، سنذهب الآن إلى تقرير الزميل إقبال تليلي ومعلومات أوفى عن تداعيات أزمة وباء كورونا وشح المياه على العالم العربي، ثم سنعود. من المسلم به في جميع أنحاء العالم أن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، لكن هذا الفعل على بساطته وبديهيته لا يبدو بسيطا لملايين العرب، إذ يبدو معقدا للغاية في المنطقة العربية الشحيحة أصلا بالمياه. أكثر من 362 مليون عربي يعيشون بأقل من 1000 متر مكعب من المياه العذبة للفرد في السنة، ويصنف 18 بلدا عربيا في خانة البلدان الشحيحة بالمياه. ومن المتوقع أن يزيد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار 9 إلى 12 لترا للفرد في اليوم، نتيجة لتدابير الحد من انتشار الجائحة، أي بزيادة في طلب الأسر على المياه نسبتها 5%. هذا الرقم يعادل 4 إلى 5 ملايين متر مكعب في المنطقة العربية، ولا يشمل هذا التقدير الزيادة المتوقعة من زيادة غسيل الثياب والتنظيف وغسل الأطعمة. ومما يزيد الوضع سوءا عدم كفاية إمدادات المياه وانقطاعها المتكرر في 10 بلدان عربية. ومن المتوقع أن يكلف الطلب المتزايد على المياه ما يقدر ب 150 إلى 250 مليون دولار شهريا، بهدف تلبية الاحتياجات الإضافية من المياه والناجمة عن تفشي الوباء. ونتيجة لكل هذا بات أكثر من 74 مليون عربي أشد عرضة للإصابة بفيروس كورونا بسبب افتقارهم إلى المرافق اللازمة لغسل اليدين. ومن المتوقع أن يكون 26 مليون لاجئ ونازح داخليا أكثر عرضة للخطر بالإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى 8 ملايين فلسطيني. ففي قطاع غزة، وهو أحد أكثر المناطق كثافة سكانية، لا تنعم إلا أسرة واحدة من أصل 10 بالقدرة على الوصول غير المقيد إلى المياه الآمنة. شكرا للزميل إقبال على كل هذه المعلومات. والآن نعود إلى السيد زياد الخياط، رحب بك معنا من جديد. إذن وفق هذه الأرقام، أكثر من 74 مليون شخص في المنطقة العربية يفتقر إلى مرافق غسل اليدين، ونحو 87 مليون شخص يفتقر أيضا إلى مياه الشرب. هل نحن أمام خطر متفاقم؟ نعم، بطبيعة الحال هؤلاء الذين ليس لديهم وسيلة في المنزل لغسل اليدين بالمياه والصابون، أو الذين ليس لديهم مياه كافية آمنة للشرب في المنزل، سوف يضطرون إلى شراء المياه إما من مصادر خاصة أو التوجه إلى أماكن عامة لجلب المياه. وهذه الأماكن العامة في معظم الأوضاع تكون مكتظة، وقد تعرضهم لخطر زائد بتعرضهم إلى أشخاص آخرين قد يكونوا مصابين بالكورونا. فهذه كلها أخطار زائدة على المواطنين بتعرضوا عليها بالمناطق اللي ليس فيها خدمات كافية من جهة الحكومات. نعم، ما الدور الذي يقع على عاتق الحكومات العربية وحتى على المؤسسات الدولية المعنية بذلك؟ نحن بدنا نكرر أنه أغلبية الحكومات العربية تحت ظروف الشح تقوم بجهود جبارة لتلبية الطلب، لكن هناك بعض المناطق ليس فيها خدمة. فالمطلوب من الحكومات القيام بخط الطوارئ للوصول إلى وتكثيف نقاط المياه في المناطق ليس فيها تغطية سابقة.
والأمر نفسه ينطبق أيضا على المنظمات والجهات الداعمة الإنسانية لتأمين كمية أكبر من المياه ومن وسائل النظافة في المخيمات للاجئين أو النازحين داخليا. فكما ذكر التقرير هنالك حوالي 26 مليون لاجئ أو نازح في الدول العربية يعيشون في يعني ظروف صعبة جدا في مخيمات مكتظة، وقد لا يكون هنالك وسائل كافية من المياه أو من الصرف الصحي أو من النظافة. طيب سيد الخياط، من يلتفت إلى هؤلاء في ظل هذه الظروف؟ بطبع الحال الحكومات تقوم ببعض الدور، هناك بعض المؤسسات الدولية الإنسانية التي تعني بظروف اللاجئين، ويتطلب أيضا من الجهات المانحة ومن الدول التكاتف في هذه الأوقات الصعبة، ولكن العمل بوتيرة متسارعة ووتيرة طارئة تغني عن ازدياد الوباء، ويعني التكلفة لو ازداد الوباء سوف تكون أكثر بكثير من إجراءات الطوارئ التي يمكن اتخاذها وبتكلفة أدنى. طيب كلما زاد استنزاف المياه زادت الحاجة إلى معالجتها، يعني نحن أمام تحدي المزدوج وهو توفير المياه وتوفير الجودة. نعم، هو التحدي هو ليس فقط بتوفير المياه، يعني هو بتوفير مياه آمنة، وأنا أشدد على كلمة آمنة. نعرف نحن أن الحكومات ومشغلي المياه يقومون بوسائل الحماية لتوفير مياه آمنة، ولكن الخطر كما قلت هو عند عدم توفر هذه المصادر من الجهات الحكومية، المصادر الموثوقة. هناك اتجاه لمصادر خاصة وأبار جوفية قد تكون ملوثة، فهنا الاهتمام وضرورة الجهات الحكومية أن توسع الفحوصات يعني لنوعية المياه والاهتمام في هذا الوقت. يعني عادة تقوم الجهات الحكومية بمراقبة المياه التي توفرها، ولكن المطلوب الآن مراقبة حتى المصادر الخاصة للتأكد أن الناس الذين يلجؤون إلى هذه المصادر يكونين يعني في أمان ولا نزيد عليهم الأعباء الصحية. شكرا لك سيد زياد الخياط مسؤول الشؤون الاقتصادية في لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا.